يجتمع اليوم لنضع اللبنة الأولى في إطار حيازنا للمستقبل، ضمن استراتيجية تنموية تساعد على تحقيق طموحات الشباب وتعزز قدراتهم التشاركية بطرح واقعي مؤسسي يعتمد الإشراك عن طريق الإنصات لكافة الطيف الشبابي. وفي هذا الإطار ينظم المجلس سلسلة لقاءات تحت عنوان جلسات الاستماع، وتهدف هذه التجربة الرائدة في وطننا إلى الإنصات إلى الشباب من كل البيئات والتعرف على آمالهم وطموحاتهم والاستزهام من تجاربهم الميدانية، وذلك حرصا منا على أن نقدم حلولا وبرامج تنموية تعكس تطلعات الشباب بكافة أطيافه. ولا يسعني في نهاية هذه الكلمة إلا أن أذكركم إخوتي وأخواتي أن صيانة ما تحقق لنا من مكتسبات ونجاح ما سنقوم به من عمل مشترك يضع على كواهدنا مسؤولية جسيمة، ويفرض علينا أن نظهر مستوى عال من الوعي بصعوبة التحديات، وأن نتسم بالعمق في الطرح، وأن نجعل مصلحة البلد فوق جميع المصالح، وأن نعمل على تعزيز الثقة بالعمل الشبابي الجاد بوصفه من أهم روافع الأمم وتقدم البلدان. السادة الحضور، أعين على بركة الله افتتاح حلقات الاستماع لولاية نواكشوط، والسلام عليكم ورحمة الله.